كثير سيارات قاعد ما استلموا اصحابها تعويض كثير في من الناس قاعد ثلاثي وهذا ما استلمت بس ما عملتوا معامل العدل يعني مال الاثاث ما عملتوا مزعجه طول الف واحد جاوني الف موظف الف مسؤول جاء نفس الحكي بس تسمع حكي وما ينطون ماكو شيء تسالوا يقول لك من بغداد يعني من تاخذوا 10 12 تعويضه 17 13 تعويض مال البيت ما تغيبني بيت ما سياره 3 ملايين 4 ملايين ما يطيق يعني لا يشتري ما تقدر تشتري سياره ولا تغيبني بيت هذا الكلام بس المفروض كان ينطون الناس تعويض ما انطيك تعويض لما تبني بيتك حتى ترجع عين المنطقه مثل ما كانت ما تظل خربه هالشكل لو الحكومه عملت اكذ كان المنطقه رجعت كل الناس رجعت بنت بيوتها وقعدت ممنوعه فاكو شغله كبيره علي يا اخوي اكبر مني ومنك ومن غيري شغله كبيره اكو على المنطقه تعويضات اكو قسم من عدم مال سيارات مال اثاث واكو مال بيوت هاي بحثا اخر الضحايا قسم من عدم ضحايا ساعتها ضحايا عدم يسموها ضحايا الارهاب زين ما مستلمين من ضمنهم عندنا ستار عمو ستار عندنا بالمنطقه ابو محمد هو عمه وزوجته راحت وبنته واولاد بنته وابنه محمد تقطع رجليه ولحد الان تعويضات ما مستلم يعني الاغلبيه 2% استلموا تعويضات و98% ما حد استلم نطالب الحكومه ينطون تعويض يعملون البيوت يعني سابقا بدايه التحرير كان منظمات تشتغل هسه حتى منظمات بالمنطقه ماكو هسه هذا السوق من الراس للراس وخارج السوق اللي من المنطقه القديمه 90% بيوت ايجار والله نقول للحكومه ان شاء الله بس تخلى عين عليهم هذول الواقعين بيوتهم يساعدوهم لا عندهم لا تعويضات لا يعني قسم منا ما استلموا تعويضات ابد والله لكم الايجارات انا اول من الناس قاعد بيت ايجار والتعويض مالي ما طلع ايش قد ايجارك؟ والله ايجاري 150 من عدا المولده وماكو شغلها اصافني والله قاعدين كثير ناس هوني شويه يعني مسحوقة حيل حيل خطية والله وهاي ظروفها من شوية شغل واقف وجو حار يعني الناس شوية تعبانة.